أهلا بكم مشاهدينا. ظروف الموت مستمرة في قطاع غزة حتى لو توقفت الحرب، هذا ما أكده مختصون وخبراء الذين قالوا إن الموت اتخذ للأسف أشكالا مختلفة حتى ولو توقفت الصواريخ عن التساقط فوق رؤوس الفلسطينيين في القطاع، وذلك بسبب الآثار طويلة المدى التي خلفتها الحرب على جميع المستويات الصحية والمناخية والغذائية. وعرفت دراسة أعدها فريق من الخبراء في جامعة هوبكنز مصطلح الوفيات الزائدة بأنها الوفيات التي ترتفع عن المعدل الطبيعي والمتوقع وتسجيلا في حالات الحرب وتسجل في حالات الحرب أو الأحداث غير المعتادة مثل تفشي الأوبئة أو بسبب ظواهر مناخية طارئة. وأكدت الدراسة أنه فيما لو توقفت الحرب في فبراير الماضي كان سيستشهد نحو 11,580 فلسطينيا إضافيا، مضيفة أنه إذا استمرت الحرب سيرتفع عدد الشهداء إلى 66,720 فلسطينيا بين شهري فبراير وأغسطس، وسيرتفع العدد إلى 85,750 شهيدا فلسطينيا إذا صعدت إسرائيل حدة حربها لشهر أكتوبر. وأحصت الدراسة الوفيات التي تنتج عن الإصابات المباشرة للحرب والوفيات التي تنتج عن الظروف التي تخلفها الحرب مثل تدهور البنى التحتية وتدهور القطاع الصحي وانهيار الأمن الغذائي، ما دفع محللين إلى تأكيد أن هذه الدراسة تبرهن بالأرقام نوايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين. الدراسة أكدت أيضا أن حالات سوء التغذية الحاد الشامل ارتفعت إلى 14% في شهر فبراير الماضي، متوقعة ارتفاع من 21% إلى 46% إذا استمر العدوان على الوتيرة ذاتها أو اشتد، مشيرة إلى أن سوء التغذية لن يختفي إذا توقفت الحرب بل قد ينخفض إلى 12.4%. كما شددت الدراسة على أنه قبل العدوان كان نحو 485,000 فلسطيني يعانون اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن العدد سيرتفع إلى الضعف أي أكثر من 9,000 فلسطيني أو 900,000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال بسبب الصدمات التي تعرضوا لها خلال العدوان المستمر حتى الآن. الدراسة اعتبرت أيضا أن تفشي الأمراض المعدية هو سبب الوفيات الأكثر خطورة بسبب تدمير القطاع الصحي والبنية التحتية والصرف الصحي وسوء التغذية، وأشارت إلى أن نسبة انتشار أوبئة مثل هذه يعني مثل الكوليرا والتهابات الكبد والحصية وهي أمراض غير مستوطنة بلغت ما بين 23% و 34% بسبب العدوان. وتوقعت الدراسة أن تقتل الأوبئة فيما لو استمر العدوان أكثر من 119,000 شخص، كما قد يتسبب مرض شلل الأطفال في وفاة 14,900 طفل حتى شهر أغسطس القادم. كما توقعت الدراسة أن تصل وفيات الأمهات وحديثي البلاد إلى 100 في حال توقف العدوان ونحو 330 حالة إذا استمر العدوان، مشبهة الواقع الحالي بما كان عليه القطاع منذ ربع قرن. وقدرت الدراسة أن تؤدي الأوضاع الصحية إلى إصابات بأمراض مزمنة مثل السكري والسرطان وفشل الكلى والسكتات الدماغية والقلبية، والتي ستتسبب بوفاة 1,980 فلسطينيا فيما لو توقف العدوان، على أن يرتفع العدد إلى 2,667% فيما لو استمر العدوان. بجانب آخر، أكدت منظمات دولية تمكنت من دخول القطاع أن ما لا يقل عن 312,000 شخص يعانون التهاب الجهاز التنفسي الحاد، بالإضافة إلى 220,000 مريض يعانون الإسهال الحاد، ونصف المصابين من الأطفال. وبحسب البيانات التي جمعتها المنظمات الدولية، تعين أن هناك ما لا يقل عن 6,600 حالة إصابة بجدر مائي في القطاع، بالإضافة إلى انتشار كبير لالتهاب الكبد الوبائي أي وغيره من البكتيريا.